مجموعه بس ارجع ثاني. سلاحي جاهز، ما عندي شيء بس منتظر امر الرمايه. واضح؟ واضح. واقف اني وضعيه الاستراحه، استعد. ايدي وين راح تكون؟ اليسرى على صدري. ايدي الثانيه وين؟ نقول خليها على السلاح. هي ويا ما يقول رقم واحد، انا ايدي وين؟ على السلاح. رقم اثنين مباشره من يطلع شوف اتبع على صبي، ما اخليه داخل قنطره الزناد، دائما خارج قنطره الزناد. واضح؟ سلامتك وسلامه الاخرين اللي وياك. اثنين اتبع على رقم اثنين، يبعد السلاح حتى احافظ على رجلي، خاف انا تعبان وما ادري وادوسه. دائما بعيد عني السلاح، ابعد شوي عن قراب ووجه السلاح على الهدف يرجع هنا مو مشكله. ليش؟ لان السلاح صار بيا اتجاه باتجاه الهدف، بعد ما عندي اي رهبه من عده. ثلاثه راح يتلاقى يمنى ويسرى، السلاح يم صدري يصير. اربعه ويا رقم اربعه يدخل اصبعي داخل. طلع من القراب، ركز، طلع من القراب. انت وين؟ على الهدف، ركز عليه. هنا رقم اثنين قلنا شو نسوي؟ رقم ثلاثة كذلك نفس الحالة، راح يتلاقى المسدس وين؟ ويا الايد اللي ماسكة صدر. واضح؟ مجموعة حر المجموعة، ارجع مسدسي وين؟ داخل القراب. اصبح سلاحي جاهز. معنا الاخير هسه صار مسدسي جاهز، جاهز للرمي. بعد من يجيني امر استعد. يلا بوي بالله يلفتك وياك. يلا بطل الرماية مالتك على هاي الدائرة، هاي الأولى اللي فوق. هسه رئيس وخر أول ما راح تجي هنا أول ما راح تجي بهالوضعية هاي شوي هيك تعد. أول ما راح تجي المسافة راح تكون 3 أمتار. واضح؟ أول ما راح تجي تسحب المسدس تثبت المجموعة وين؟ للخلف. بهالطريقة هاي تثبت، شوف مو من هاي ولا من هنا، لا بهالطريقة ثبتت. تنظر ثلاث نظرات، سبطانة، بيت المخزن، مجموعة شباب. هذا التمرين مالتنا اللي راح يصير هسه، زين؟ واضح يا ولد؟ يلا ابطال اريدك على كيفك